بس بسألك عن الثقافة النجدية. الثقافة النجدية دائما تتهم انها زاهدة بالآثار وزاهدة ب سواء يعني بعضهم يقول لك انها تأثرت بالطرح السلفي اللي هو مثلا ضد التعلق بالمثلا بالقبور وبالأضرحة، وبعضهم يقول لك لا، مو المشكلة في الطرح السلفي، المشكلة في ثقافة البداوة المسيطرة اللي هم ما يهتموا بالمكان لأنهم رحالة، فهم يهتمون بالماء يعني المكان. هل هذه التهمة صحيحة وهل انعكست فعلا على صحيحة لحد ما؟ سؤال رائع. أكثر المواقع اللي ذكرت في الشعر العربي أي في المعلقات السبع أو العشر على من يعتبرونها العشر كلها موجودة في نجد، بكاء على الأطلال كلها أطلال، قفا نبكي من ذكرى بالدخول فحومل فتوضح فالمقرات، كل الشعراء السبعة أو العشرة كلهم تغنوا بالأماكن، حددوها بالضبط، كان عندهم ارتباط وثيق. لكن أخ عبد الله حصل شيء مهم، لما توقفت طرق التجارة قبل الإسلام وصارت القوافل ما تمر مع وسط الجزيرة العربية وسقطت الدولة النبطية، وجو قريش واستغلوا هذا السقوط وشغلوا طريق واحد اللي هو طريق رحلة الشتاء والصيف اللي هو موجود أصلا من قبل، وصارت الريادة والقوة الاقتصادية واللغة عن قريش في سوق عكاظ، صار فيه وسط الجزيرة العربية اللي أنت ذكرت هذه نجد صار فيه إهمال حتى من قبل الإسلام، صارت كل الأيام العرب المذكورة داحس والغبرة ويوم الجفار ويوم البسوس كلها حصلت قبل الإسلام، لأنه حصل فوضى ونقص كبير بالقوة الاقتصادية لأن القوافل صارت ما تمر بسبب سقوط الدولة النبطية، فصار قتال على الماء وقتال على الكلاء وصارت مشاكل وصارت المنطقة هذه طاردة. لاحظ هذا قبل الإسلام، قبل الإسلام 400 سنة، جاء الإسلام فتوقفت أيضا إيش طريق رحلة الشتاء والصيف. فما الذي حصل؟ جاء الإسلام فخرجوا المسلمين كلهم أصلا من الجزيرة العربية، لكن قبل الإسلام فيه ارتباط وثيق بالمكان، بعد الإسلام صاروا يذكرون الرصافة والجسر وأنهر السند وأنهر الهند لأنهم خرجوا. تصور الآن من عهد الفتوحات الإسلامية لين الوقت الحاضر، انظر الشعر العربي سواء الشعر الهلالي اللي كان يخلط الفصحى قبل 700 سنة ويخلطه بالمعامية لا يذكر المكان إلا قليل، لا يذكر، انتهى الارتباط بالمكان. كان عندهم شوق للهجرة، جو العقيلات بعدين وشغلوا طرق التجارة، لكن كل ارتباطهم بالعراق والشام ومصر. إذن ما السبب؟ السبب هو المناخ وليس الدين. الدين لم يقل بذلك، لم يقل انه لا تذكرون الدخول او حومل او خلطه بين يعني ثقافه، انت تقول ما هو طرح، ما هو تاثر بثقافه دينيه، ثقافه الحل والترحال والتجاره والمناخ الموجود هو اللي اثر. هي المناخ، سوء المناخ وتوقف طرق التجاره سبب مشكله كبيره وما زالت لين جاء البترول. حين متى استقرينا؟ البترول والنعمه اللي حصلت على عهد المؤسس هو اللي اقرنا في الاماكن. الآن الدولة ما تترك قرية ولا تترك مكان إلا تحفر فيها بير وتقيم فيها، لكن هذا ما كان موجود أول، كانوا العرب على ولا الأماكن التاريخية كلها مذكورة في هذه المنطقة وكان لها اعتزال.